بيطالب او شايف انه هذه الازمه بترقى لاقاله وزير التربيه والتعليم؟ بص شوفي هقول لك على حاجه، هو بلا ادنى شك هو مسؤول سياسي، والمسؤول السياسي يبد انه يحترم نفسه، لما تحصل حاجه زي دي يستقيل، دي اقل يستقيل دي اقل من نفسه. انا اطلب من وزير التعليم انه يستقيل، ولما تموت عنده كمان بنت بتمتحن جوه جراج لا يستقيل. اصلا ازاي بتمتحن جوه جراج؟ يعني اماكن الامتحان، اماكن الامتحان احنا كنا زمان